خبرنا بداية عن الرواية Crossing Thoughts، إيش الفكرة جاتك من البداية فيها؟ هي الفكرة ممكن من الاسم يعني يترجم لك خواطر عابرة، صح، قد تبدو إنها مجرد قصائد أو ما إلى ذلك، نعم، ولكن هي يعني قصة خيالية لها عالم، لها شخصيات، لها أحداث. ممتاز. فأنا السبب اللي سميتها بهذا الاسم لأنه أنا بدأت الكتابة بكتابة خواطر، خواطر عابرة زي ما كنت أسميها أول، فمسك معايا الاسم وحبيت أنه يستمر معايا. حلو. لأنه كان عندي تغيرات كثيرة في طريقة الكتابة، في طريقة الأفكار اللي تراودني، كانت دائما تتجدد معايا إلى أن وصلت لهذه الفكرة، بكتب قصة خيالية كاملة بشخصياتها بأحداثها وتكون باللغة الإنجليزية، لأن وقتها هذا كان شغفي، يعني كان عندي اطلاع كبير جدا باللغة وتعامل كبير معها من صغر سني. يعني الحمد لله ما درست في معاهد أو أخذت كورسات فيها، كان كله تعليم ذاتي.